وفي العديد من محافظات المملكة صدحت أصوات الجوقات الأردنية في عدة رعاية مسبحة وممجدة الله القدير، وذلك خلال أمسيات تراتيل استعداداً لاستقبال طفل المغارة. التفاصيل في التقرير التالي. المسيح ولد فمجدوه، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المسيح على الأرض فارتفعوا. رتلي للرب أيتها الأرض كلها، ويا شعوبا سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد. بتلك الكلمات العميقة أحيت جوقة رقاد السيدة العذراء في محافظة المفرق شمال الأردن أمسيتهم الميلادية لهذا العام، والتي أتت ببركة قدس الأرشمندريت رفائيل الوكيل البطريركي في شمال الأردن، وبرعاية من حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس الدكتورة باسمة السمعان في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في محافظة المفرق. حضر الأمسية كهنة الكنائس الرسولية في المحافظة وجمع غفير من المؤمنين والمحبين للجوقة. بدأت الأمسية بكلمة من قدس الأب ديمتريوس السماوي راعي الكنيسة، رحب فيها بالوكيل البطريركي والدكتورة باسمة السمعان على حضورها ورعايتها الكريمة للاحتفال، وأعرب عن بالغ محبة وتقدير أبناء الكنيسة لفضائية نورسات الأردن التي جعلت منازلهم كنائس حية تشهد للمسيح في كافة أرجاء المعمورة، مصليا قدسه أن يحفظ إدارة وكادر فريق المحطة وأن يسندهم دائما لخدمة الكنيسة. دائما في الأعياد ولادة المسيح ولادة تمت مرة واحدة زمنيا، ولكن لا يزال يولد في قلوب المؤمنين، كما قال الرب يسوع المسيح: أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه. نحن نستغل هذه المناسبات حتى نوصل رسالة المسيح، وأيضا حتى دائما يتمجد ربنا من خلال الترتيل وأيضا من خلال التسبيح الدائم. انقسمت الأمسية التي قادها القارئ الأول في شمال الأردن الدكتور رامي سماوي لجزئين: الأول احتوى على تراتيل البولاليون العمومي وكتفصيات الميلاد والكتسماثات والتعظيمات، أما الجزء الثاني فكان من الأناشيد الميلادية المترجمة من حضارة أوروبا الشرقية والتي كانت من التميز في أداء الجوقة لهذا العام، تخللها عدد من التأملات الميلادية التي نقلت الجميع من الأرض إلى السماء. الحضور كان كثير طيب، كثير انبسطنا للعدد والكم اللي كان موجود رغم المطر والبرد اليوم، إلا أنه كان حضور كثير كثيف، وهذا طبعا بيعطينا محبة وبيعطينا التزام أكثر لحالنا حتى أنه نشتغل. يعني الكلام بيعجز الواحد عنه، خاصة لما يوصل لشكر قناة نورسات، لأنه صحيح هم الأشخاص اللي المقربين جدا منا واللي دائما بيحاولوا أنهم يدعمونا ويكونوا واقفين معنا، فبنتشكرهم. من ثم طلب الأب سماوي من الدكتورة السمعان صاحبة الصوت الملائكي أن تشارك الجوقة بترنيمة ميلادية تفاعل وشارك بها كافة الحضور. وبعد انتهاء الأمسية قدم الأرشمندريت رفائيل كلمة روحية ألقاها بالنيابة عنه قدس الأيكونوموس يوحنا حداد، شاكرا فيها الدكتورة باسمة السمعان على رعايتها الكريمة ومتابعتها الدائمة للجوقة في المفرق، وقال للمؤمنين: إن قلبي يفرح معكم اليوم ويسر مبتهجا في سماع التراتيل الميلادية المبهجة التي رتلتها جوقة المرتلين بأداء جميل بقيادة الدكتور رامي سماوي، فقد انتقلنا ذهنيا إلى مدينة بيت لحم المقدسة. وفي ختام الأمسية قدم الوكيل البطريركي الدرع التكريمي للدكتورة السمعان على جهودها ودعمها ومحبتها للجوقة، وقدم درعا آخر للدكتور سماوي
عربون محبته وفخره بهذه الجوقة المميزة في الأردن، كما تم تكريم فعاليات الرعية على نشاطهم الدؤوب. وبعدها انتقلت السمعان والأباء الأجلاء لإضاءة شجرة الميلاد خارج الكنيسة وافتتاح البازار الميلادي الذي يعود ريعه لدعم الأسر المتعففة قبيل حلول عيد الميلاد المجيد. من ثم جالوا في أروقة البازار للتطلع على المعروضات والأشغال اليدوية التي تصنعها أخوية وشبيبة الكنيسة في أجواء ملؤها المحبة. وفي كنيسة مار شربل التابعة للنيابة المارونية في عمان، وبحضور المونسنيور غازي الخوري راعي الكنيسة ومديرة مكتب فضائية نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان، أحيت جوقة ناي الأردنية أمسية فنية بمشاركة جوقة أمواج من فلسطين. وفي بداية الحفل الذي حضره عدد من المدعوين من الجالية اللبنانية، قدمت السيدة أميرة مسلم كلمة رحبت فيها بالمدعوين للأمسية التي شارك بها حوالي 60 طفلا وطفلة إلى جانب عدد من العازفين. وخلال الحفل قدمت الفرقتان الأردنية والفلسطينية أغاني وطنية ومنوعة، كما قدمت الفنانة الفلسطينية ديما بواب مجموعة من الأغاني نالت إعجاب الحاضرين. وختم الأمسية المونسنيور غازي بكلمة شكر فيها المشاركين بهذا الحفل. وبأجواء زمن المجيء وبدعوة من راعي كنيسة الفادي الإنجيلية العربية بجبل عمان القس فائق حداد، أقيمت في ذات الكنيسة أمسية ميلادية أحياها القس فؤاد داغر راعي كنيسة القديس بولس الإسقفية الإنجليكانية في مدينة شفا عمرو بفلسطين. حضرها عدد كبير من المدعوين، حيث اشتملت الأمسية التي كانت بعنوان من المجيء إلى الميلاد على ترانيم دينية مستوحاة من وحي الميلاد. خلالكم بحب أوصل كلمة معايدي، كلمة محبي، كلمة رجاء، لأنه الميلاد هو ميلاد المحبة، ميلاد الرجاء، ميلاد النور. وبتمنى أنه يسوع اللي عم بتجسد وبدي يتجسد في بيت لحم يكون حقيقة نحن إله مغارة وقلوبنا إله مكان حتى يتجسد فيه. إن شاء الله القمح اللي انزرعت في قلوبنا تنمى وتزهر محبي، إن شاء الله الناس اللي بنشوفن عدرو فينا يا ربي. وفي مدرسة المطران الثانوية الواقعة في جبل عمان أقيمت أمسية تراتيل قدمها طلاب المدرسة بقيادة المرنم فارس عباسي بحضور العين هيفاء النجار وعدد من الشخصيات الرسمية وكهنة الكنائس الرسولية في المنطقة في أجواء امتلأت بالفرحة والبهجة. وفي كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس في خلدة أحيت جوقة القديس نيقولاوس الصريح أمسية بيزنطية من وحي الميلاد، رعاها سيادة المطران خريستوفوروس بحضور الوكيل البطريركي في شمال الأردن الأرشمندريت روفائيل وعدد من الآباء الكهنة وجموع من أبناء الرعية والضيوف. وفي كلمة لسيادة المطران خريستوفوروس شكر بها أعضاء الجوقة على جهودهم المباركة في نشر التسبيح والألحان البيزنطية بين كنائس المملكة، وأعرب عن شكره لقدس الأب إبراهيم قاقيش راعي الكنيسة على دعوته الكريمة لعيش روح الميلاد قبيل مجيء رب الأرباب. وفي ختام الأمسية قدم سيادته أيقونة الراعي الصالح للمرتل قصي خوري قائد الجوقة على جهوده المبذولة. نحن كجوقة كنيسة القديس نيقولاوس من الصريح اليوم احنا منعايد على كل الطائفة المسيحية في الأردن وفي خارج الأردن، ونحكي لهم كل عام وانتم بخير.